طب انتي بتحبي عادة تحضري بغض النظر لو انتي حتى في زي المرة دي مثلا في فيلم المرة دي بيشارك، في فيلم بس بتحبي تروحي وتحضري وخصوصا المهرجانات اللي هنا في مصر يعني؟ طبعا يعني مهرجان الجونة قبليه ما كانش عندي حاجة في المهرجان، بس كنت ما حضرتوش من اوله، حضرت اخر يومين او اخر 3 ايام بس، كنت حابة ان انا ابقى موجود. اوكي، وطبعا اختيار اللبس بيبقى ليله تانية خالص لوحدها، حوار ما عايز اقول لك ده اللي ممكن يقعدنا في يوم مش قادرين نقوم نلبس ونعيد كل اللي كنا بنعمله امبارح، فممكن في يوم راحه مثلا. لا، وبيبقى الاختيارات صعبه، ودلوقتي بقى لنا 2 3 سنين كده الموضوع اللبس ده شويه بقت الناس بتركز فيه اكتر بكتير بكتير من الاحداث والفعاليات، وده خلى في الفترة اللي فاتت ناس، عارفة بقى دايما بتشوفي خناقات على الفيسبوك وعلى السوشيال ميديا، كانت بسبب الموضوع ده، ان الناس كتيرة جدا مركزة في اللبس والريد كاربت، وناس كتيرة جدا مش مركزة في الفعاليات نفسها اللي هي اصلا اهم جزء من المهرجان. صح. فبتبقى بروسس كبيرة جدا. صح. بتتابعي بقى بتشوفي الناس بتكتب ايه بعديها على السوشيال ميديا؟ بس بشوف بس ما بهتمش يعني. أوكي. ما بحبش اهتم قوي، لانه المهرجان معمول لاسباب تانية كتير قوي على ان احنا نهتم بيها بصراحه. بالظبط، في ناس مهمين جايه من بره، المفروض ان احنا نقابلهم، المفروض نقابلهم كويس، المفروض نحضر لهم السيمينارز اللي بيعملوها، في افلام بتتعرض حقيقي حلو، وفي ناس القائمين على هذا العمل موجودين من جميع انحاء العالم. فما بحبش اهتم قوي بيه. بس عايزه اقول لك هما بره بيهتموا على فكره برضو بنفس اللي احنا بس هتلاقي الناس اللي على فكره، ما اكيد بنهتم بالريد كاربت يعني، اكيد انا او انت لما رايحين عارفين ان احنا عندنا ريد كاربت النهارده، نبقى مهتمين جدا هنعمل ايه، ما هو ده الايمج بتاعنا، هي دي ده الايمج. بس انا اللي بيحصل بعد كده سواء من هجوم احنا عندنا الحته، احنا عندنا بتتول شويه، بنحب نبقى اوفر شويه في الموضوع ده. فاللي في ده لو ركزتي معايا، انا هيفوتني 10 ايام بتوع المهرجان عشان حصل فيه حاجه، خلاص عدى. في افلام حلوه، في سيمينارز حلوه، في ايوه، هي الفعاليات كلها بالظبط، في حاجات يعني. في بتبقى في حاجات ايفنتس حلوه بتبقى بتحصل، فخلاص نرمي ده بقى ورا ونشوف اللي جاي ايه، نركز في الحاجات المهمه.